النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها المملكة. نستعرض الآن وإياكم المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، هي الموجة الحارة مستمرة على المملكة، طقس حار ومرهق في عموم المناطق، والموجة الحارة ستكون طويلة التأثير. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم، حيث ساد طقس صافي في هذه المناطق. انتقل الآن وإياكم لهذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الموجة الحارة، حيث اندفعت ككتل هوائية باردة نحو غرب القارة الأوروبية وغرب البحر الأبيض المتوسط. عملت هذه الاندفاعات على رد فعل عكسي فوق منطقتنا، حيث اندفعت كتلة هوائية حارة من الجنوب باتجاه الشمال، أي باتجاه منطقة بلاد الشام قادمة من منطقة الجزيرة العربية. عملت هذه الكتلة الهوائية على ارتفاع كبير على درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت الماضي، وسوف تكون مستمرة وبشدات متفاوتة من يوم لآخر خلال الأيام القادمة. تفاصيل أكثر حول هذه المعلومة ننتقل وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ استمرار للطقس الحار والشديد الحرارة والمرهق في عموم مناطق المملكة يوم الأحد وأيضا يوم الاثنين، لكن تتراجع حدة هذه الأجواء الحارة قليلا يوم الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار الأجواء حارة على أن تعود درجات الحرارة لترتفع مجددا اعتبارا من يوم الخميس. نذهب الآن وإياكم إلى توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يصل الطقس دافئ إلى حار نسبيا 25 درجة مئوية متوقعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين يستمر الطقس المرهق والشديد الحرارة 41 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 24. يوم الثلاثاء تنخفض قليلا درجات الحرارة مع استمرارها أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس حار 35 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 22. يوم الأربعاء ترتفع قليلا 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 23 درجة مئوية. في الأخير نستعرض وإياكم هذه التوصيات خلال في مثل هذه الظروف الجوية، خاصة في أثناء تأثر المملكة بهذه الموجة الحارة، حيث ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. أيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم، وينصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج خاصة خلال ساعات النهار. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.